أنا راجح من جهة اليمين باختصار نعطي كلمة باختصار للوطن، ماذا تقول؟ كلمة باختصار طال عمرك. خليني أعلق بموضوع يمكن يصير غريب شوي عليك. أنا أستغرب من الناس اللي في بعض الأحيان أو في شيء زي كذا يعني معليش يقول الوطن ولا الحكومة ولا الوطن ولا الدنيا. الوطن من الوطن؟ ها؟ وش الوطن؟ وطن أنت الوطن وأنا الوطن صح ولا لا؟ صح. وأنت الحكومة وأنا الحكومة. نعم صح ولا لا؟ إذا جيت تتكلم عن الوطن تقول أنا، تتكلم عن الحكومة تقول أنا، لأن في النهاية من اللي شغال في الحكومة؟ وش معنى أصلا كلمة حكومة؟ نعم أنت وأنا وسعود وعبد الرحمن كل واحد موجود في البلد هذا يعتبر حكومة، يعتبر وطن. لذلك إذا كان في خطأ شفته ترى خطأ منك، صلح نعم. نفسك بعدين قول أصلحوا. وطننا طال عمرك أسأل الله أن يديم أمنه وأمانه. آمين الله يتسلم. يعني يعني ما قايل لك أتحداك تلقى المسلم فيها مستأمن، الكافر فيها مستأمن على بيته وعلى عياله. صح ولا لا؟ يعني قبل 100 سنة لو رجعنا قبل 100 سنة كيف كان جدي وجدك وجد عبد الرحمن وجد الشباب كلهم كيف كان؟ ما في. أتحداك تلقى واحد طال عمرك جاي من الجنوب، واحد جاي من الشمال، واحد جاي من الوسطى، متجمعين في مكان واحد ولا بينهم طماعة. ما في. ألا جدي يطمع في جدك وجد فلان يطمع في جد الثاني يأخذه. ما في لا أمن ولا ما. تقصد الأمن؟ الأمن. نعم. الآن طال عمرك شوف متجمعين، واحد من القصيم، 2 من القصيم، 3 من القصيم، واحد من عمان، واحد من جنوب غرب، والثاني من الجنوب، والثاني من الشمال، والثالث من أقصى الشمال من القريات، واحد من أقصى الجنوب من أبها. يا سلام يا سلام. وجمعهم جمعهم طال عمرك لا إله إلا الله. أبو تركي جمعهم على لا إله إلا الله. الله يجزاك. صح ولا لا؟ صحيح. الله. نسأل الله أن يديم علينا يا راجل. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. الوطن والله إنه يامر على الروح. يامر على الروح ليش؟ هذا مو بكلام. لأن إذا ما أعطينا وطننا أرواحنا. نعم. ما استأمنا احنا. وطن لا نحميه. لا نستحق العيش فيه. يا سلام يا سلام. سلمان.